طيب مكملين مع حضراتكم والبريمو. البريمو النهاردة بقى هنتكلم على الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة، خصوصا النهاردة غلق باب الترشح بالنسبة لاتحاد كرة القدم. إن شاء الله اللي هتكون انتخاباته في 5 يناير. ويمكن احنا بقالنا سنتين أو 3 سنين، 3 سنين تقريبا من 2019 مفيش اتحاد كرة بعد استقالة اتحاد الكرة السابق بيدير الاتحاد المصري لكرة القدم أو الكرة المصرية. كلها لجان كانت متواجدة تتعاقب عشان، أو لجنتين يعني بنتكلم في لجنتين هي اللي بتدير الاتحاد أو الاتحاد المصري لكرة القدم والكرة المصرية، وده في حد ذاته مش حاجة صحية. هنا خلاص بنقترب من الانتخابات القادمة، وبالتالي أمور هتكون بتستجد في الاتحاد المصري لكرة القدم. كان في قائمة الأستاذ جمال علام تقدمت، ثم قائمة أخرى النهاردة موجودة، يمكن أسماء ممكن لأول مرة بتظهر على الساحة من خلال هذه القائمة، قائمة الأستاذ محمد إبراهيم رئيس نادي بولاء الدقرور طبعا، وجميع الأعضاء أو جميع المرشحين في هذه القائمة. طبعا أسماء ممكن تكون جديدة خالص، محدش شاهد أو سمع عنها قبل كده، في مجابهة قائمة قوية موجود فيها نجوم كبار زي كابتن حازم إمام، كابتن بركات، موجود طبعا استاذ جمال علام كان ليه سابقه قبل كده، كابتن استاذ محمد ابو الوفا، استاذ الحاج عامر حسين، استاذ دينا الرفاعي، استاذ خالد درندلي كمان كنائب من الاسماء القويه، كلها ايضا قائمه من القوائم القويه في الوقت الحالي. عشان كده نتكلم على النهارده على انتخابات اتحاد الكوره، وايه الامور اللي جايه ومستخبيه في هذه الانتخابات، وهل في بعض الامور ممكن تعطل الانتخابات، خصوصا ان احنا ما صدقنا الصراحه لائحه وقعدت فتره كده بعيده للاتحاد المصري لكره القدم، والانديه تدور عليها وبعد كده تعدلها وبعد كده توافق عليها وتروح للاتحاد الدولي والاتحاد الدولي يجيبها، وبعد كده اللجنه الاولمبيه والوزاره يوافقوا عليها، حاجات كتير جدا. بس الحمد لله الحمد لله هيبقى في انتخابات للاتحاد المصري لكره القدم. استاذ طلال عبد اللطيف الخبير الخاص باللوائح والقوانين هو النهارده ضيفنا، نتكلم بقى ايه اللي هيحصل، وعندنا كمان مشكله كبيره اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه. استاذ طلال تحياتي لحضرتك. اهلا بك يا دكتور روف. صح بارك ايه نوع عليه بس تمدينا فين؟ لا احنا مع بعض اهو هنتكلم للمصلحه العامه لكل الامور الخاصه بقى بكره القدم والاتحاد المصري لكره القدم، ايضا الرياضه المصريه اللي موجود فيها طبعا وزاره الشباب والرياضه، اللجنه الاولمبيه اللي موجوده، حاجات كتير النهارده هنتكلم فيها. نبتديها باتحاد مصر كره القدم والقائمتين اللي تقدموا بالترشح النهارده. احنا بنتكلم على قائمه استاذ جمال علام، قائمه استاذ محمد ابراهيم. رايك في الوضع الحالي بالنسبه لانتخابات اتحاد الكوره؟ طيب. في بعض خلي بالك لغايه دلوقتي مش مصدق ان الانتخابات هتتعمل. ما حدش مصدق. لا طب الاتحاد الكوره السابق استقال بقى له قد ايه؟ احنا 2019 يعني بقى لنا سنتين. سنتين 3 سنين كده اتكلمنا في الموضوع ده، كل مصر كلها كانت بتتكلم فيه ان احنا بندار من غير اتحاد كوره. مظبوط. اتفتح باب الترشيح. ما انتقدنا ده ظاهره يا جماعه، لازم نقف عندها. اللي تقدم مين؟ هي قائمه. سيبك من القائمه الثانيه، مش مع احترامي الكامل ليهم، مع احترامنا طبعا، مع احترامي الكامل ليهم، لكن اساسا هل دي الشخصيات اللي احنا كنا قاعدين منتظرينهم؟ قامات كبيره يا استاذ، قامات كبيره. انا عايز اقول لحضرتك انت منتظر مين؟ طيب قول لي انت استاذ طلال كنت منتظر مين يتقدم بأوراق الترشح؟ مش بالعينه، مش بالاسم، انا منتظر الناس اللي اهتمت ان اتحاد الكوره كان فاضي مفرغ بقاله 3 سنين. كنت متخيل ان هلاقي اتحاد الكوره ناس حريصه انها تخش تديره، لكن للاسف في حاله عزوف. ده اللي عايز اوصله. العزوف بقت واضحه في الانديه والاتحادات بالكامل. ليه؟ لازم نقف عندها. ليه؟ هي دي الظاهره عايز اقف عندها. ليه؟ اتحاد الكوره ده الشهره كلها والشغل كله في اتحاد الكوره. طب النهارده محدش راح، زي ما عندنا عدى بقالنا اسبوع قائمه مش عارف مين وقائمه مين. ممكن يقول لك ان برضه في بعض الصلاحيات للاتحاد المصري لكره القدم اتشالت منه بوجود رابطه الانديه، فانا يعني الحاجه الحلوه ما بقتش موجوده. ما يروحش. خلي بالك ده كل الاتحادات مش اتحاد الكوره بس. بقول لك في حاله عزوف، تعال خش حتى على الانديه. في انديه انا عايز اقول لحضرتك معظم الانديه شبه تزكيه، ما كانش تزكيه، شبه تزكيه. مفيش المعارك بتاع زمان بتاع الانتخابات. ليه؟ الوسط الرياضي النهارده هل اصبح غير ملائم للعمل التطوعي؟ اكيد. انا بقول لحضرتك اكيد في حاله ارتباك في الوسط الرياضي يخلي الناس كلها تجري، كلها تعزف ان هي تخش في المتاهه دي. في بعض الناس يقول لك انا اروح واشتغل واتعب وفي الاخر
ممكن تشيتن. بالظبط مش عايز اقول اللفظ ما هي دي النقطه. ليه بقى؟ هقول لحضرتك. بص يا كابتن محمد احنا عندنا نقطه كلنا بنغفلها، وانا ما باخدش فلوس يعني، هو بيشتغل ما تطوعي عمل عام. انت حضرتك هل انت النهارده فكرت في يوم من الايام انك انت تعمل اعداد للقدر الرياضيين اللي عندك؟ لا. كله بيعتمد على نفسه، ده بالخبره بالممارسه. هل في حد اعد؟ محدش. انا قعدت 40 سنه في تصدين، جينا بعد 30 سنه بعتوا لنا جواب كده قال لك في دوره تعالى احضرها. قلت لهم ايه يا جماعه، ده احنا بقالنا 30 سنه بنشتغل. قال لك هتيجي تحضر الدوره، وما كنتش تيجي تحضر مش هوافق لك على سجل المصدرين. انا عايز اعمل كده في الانديه، نعمل كده في الاتحادات، نعمل كده في القيادات الرياضيه، نعمل كده. تعالوا خدوا دوره، ودوره تبقى صعبه، ويبقى شرط من شروط الترشيح ان الناس تاخد هذه الدوره. يبقى انا يبقى عندك قيادات فعلا اعدت. انما النهارده ايه؟ ايه اللي بيحصل ايه؟ هل النهارده اصبحت الرياضه محصوره على خريجين تربيه رياضيه؟ مع احترام الكامل ليهم، لا مش محصور عليهم. طب هل بقيه الشخصيات بعدت ليه؟ ليه؟ ده يا جماعه ده ظاهره لازم نقف عندها. نقف حقيقه عندها. يعني النهارده انا بقول قايم، والقايمه الثانيه جديد علينا كلنا. ده كنت واخد ثلاث اربع قوايم. خاصة ان هنا بقت قصة قايمة ب 20 واحد مش ب 10 ناس، ده 10 وجيب معاهم 10. طب عندك يمكن انا شفت كانت قايمة الاستاذ جمال علام فيها نجمين كبار في كرة القدم، كابتن بركات وكابتن حازم امام. وكان في قايمة موجودة للمهندس سامح فهمي، وانا هسألك على كواليس لو انت عندك كواليس بخصوص الانسحاب او عدم التقدم. انا قريت القايمة بتاعت المهندس سامح فهمي، كان فيها برضه مجموعة من اللاعبين كان احمد حسن الكبار. كان احمد حسن، كابتن اسامه خليل، كابتن ايمن يونس بالظبط، والد دكتور محمود حسين. انا اول ما قلت دكتور محمود حسين قلت له القايمه دي مش مظبوطه. ليه بقى؟ ان انا عارف دماغ دكتور محمود حسين. محمود حسين مرتب ممنهج، عارف يمشي ازاي في الوسط الرياضي. هو رئيس اللجنه بتاع الرياضه والشباب والرياضه في مجلس الشعب، بيدير القصه بحرفيه. مش هو اللي هينزل عضو في قايمه اتحاد الكوره ويبقى عرضه للكلام ده كله في الوقت ده. لا مش الوقت ده، مش بتاعه. وقته غير كده خالص، وقته جاي بس مش دلوقتي. طب انت شايف الكواليس لعدم التقدم بعد ما خلاص يعني كانوا هيعملوا مؤتمر صحفي؟ انت شفتهم؟ ايه؟ انت شفتهم؟ لا، انا كان معايا دكتور عصام سراج امبارح وقال لي ان احنا يعني بكره في مؤتمر ان احنا هنقدم فيه كل التفاصيل الخاصه بالبرنامج الانتخابي. تعتقد ليه؟ معرفش، انا بسالك. انت عندك كواليس؟ لا ما عنديش كواليس، انا عندي فكر. الفكر بيقول ما فيش هارموني بينهم كلهم، ولا هنا ولا هنا. بص زمان كنا نقول ايه، الحزب الفلاني حزب له ايديولوجيه، في ايديولوجيه بتاعته بيشتغل من خلالها. لا هنا لا، ما فيش خالص، احنا فقدنا ده. بدليل هات القايمه بتاع جمال علامة، هيقعدوا شويه في الاول عم يطبعوا على بعض ان ما فيش فكر معين معاهم. ولا الفكر ولا القايمه بتاع سامح بيه فيها نفس القصه برضه. انت جايب من هنا وهنا، التشكيله دي كلها هل هي لها فكر معين، خطه معينه، منهج معين داخله تعمله؟ لا. وبالتالي تستهب انه يبقى يروحهم، سهل جدا. عشان كده بقول لحضرتك، فقال لك من الاول ما اخشش يعني خالص. انا اعتقد كده، واعتقد سامح بيه ما اعتقدش يعني هيخش في اي معترك رياضي المدو، ما اعتقدش. ولا ممكن يكون في بعض الامور القانونيه اللي ممكن ما تسمحش؟ زي ايه يعني؟ زي ايه؟ ما حدش فيه مدان، سامح فيه مش مدان، خد براءه في كل قضايا. فين ادانه؟ انا بقول لحضرتك فين الادانه؟ مين اللي هو مجدي اللوزي ما كانش عندوش ادانه؟ الشخصيات مش فكره ادانه، اي ممكن امور قانونيه في اللوائح اللي اتحطت في والموافقه عليها من اللائحه الخاصه باتحاد الكوره. لا ما فيش شروط تبقى يعني تمنعهم من النزول. ما فيش اي لا 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 خالص. هو بس الاحساس ان انا ممكن اخش واتبهدل في السن ده، في المقام ده، في الوقت ده. لا، عشان انا بقول لحضرتك العمل العام النهارده الناس بتهرب منه. ان اللي جاي من وراه ما يسويش اللي هو طيب يعمل. هطلع لفاصل وهرجع يعني اخد رايك. ايه الفتره اللي يعني انا قلت لك حاجه وانت قلت لي شخصيا انا متفق معاك، اللي هي الانتخابات هتتعمل ولا لا؟ اتحاد الكره هتعمل. طيب هطلع لفاصل ونرجع نكمل في اتحاد الكره، وعندي طبعا الامور الخاصه باللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه ونادي الزمالك النهارده بيعلن عن ميعاد الانتخابات، ميعاد فتح باب الترشح. وطبعا ده برضو شيء مهم، نادي الزمالك تاخر شويه لكن في الاخر هتتعمل برضو الانتخابات دي، حاجه كويسه. هطلع الفاصل مع استاذ طلال عبد اللطيف بعد الفاصل ان شاء الله.
طيب مكمل مع حضراتكم استاذ طلال عبد اللطيف معايا، وما زلنا طبعا كلامنا عن انتخابات اتحاد الكره. زي ما قلنا النهارده هو غلق باب الترشح في اتحاد الكره بقائمتين موجودين في الوقت الحالي. كل التوفيق ان شاء الله للكره المصريه في الفتره اللي جايه. لكن خلينا نقول انت قلت لي حاجه، ان انت كنت منتظر اسماء طبعا اخرى. هل الاسماء الموجوده حتى في قائمتين يعني، او هنتكلم على القائمه الاولى اللي هي الاقوى يعني لحد ما الاسماء المعروفه، هل يعني بتشوفها قائمه مش قويه او قائمه بصراحة انا لا نقلل كنت محتاجه كانت محتاجه اسماء اخرى؟ انا مش عايز اقلل من قيمه حد، الناس كلها محترمه، الناس زي الفل. فول انا قلت في الاول الاعداد، هل الناس دي اعدت الاعداد الكافي ولا لا؟ هم او دول او غيرهم، ده السؤال الاولاني، هل هم على اطلاع بالخبرات القديمه؟ طب ده دور مين يعني ان هو انت بتقول ايه؟ قلت لك في الاول الوزاره، استاذ جمال علام مثلا ان هو بينتقي الناس، بيشوف الناس اللي قادرين على جزئيه الاعداد وان هم عندهم الاعداد ده. تمام، وده المفروض. هو محمود طاهر ما جاش ليه؟ انا بقول محمود طاهر مش كان مرشح بصراحه، ما جاش، لان حتى القايمه اللي كانت مع محمود طاهر ما ريحتوش، ما مشي. اذا احنا عايزين نقول هنا ان اختيار الهارموني عشان يبقى فيه بينهم هارموني بين بعض المجموعه كلها مش موجوده. لكن انا بقول لك المجموعه دي هتطلع شويه هتطبع هتبقى كويسه قوي. لكن المشكله الوحيده اللي انت قلتها من شويه، العلاقه بينهم وبين الرابطه هتبقى زي ايه؟ هو ده مهم. الرابطه جايه قويه، جايه لها ظهر، وده مهم جدا ان تيجي لها ظهر وقويه. المجلس ده برضه هيبقى جاي كويس قوي، مش ضعيف. كل واحد بقى ليه اختصاصاته دلوقتي، احنا هنقدر نفسك كده بالحته دي بالراحه كده. خلي بالك الرابطه كل سنه، خلي بالك من صحيح مش اربع سنين، اي كل يعني سنه كل سنه. لا هو مفروض تقريبا السنه دي وبعد كده اللائحه هتتعدل ويحددوا لها تقريبا بعد كده توقيت معين او عدد على اربع سنين. مين يحدد اللائحه؟ مين هيعدلها؟ الجمعيه العموميه اللي هم مين؟ اللي هم ال 18 اللي هم نصهم بتوع مجلس الاداره، لات كلهم بتوع مجلس الاداره. ما تاخدش الامور كده من بره، لا ده هم 18 نادي هم اللي هيعدلوا اللائحه بتاعت الرابطه، وهم اللي جابوا مجلس الاداره، الاساسيين بتوع مجلس الاداره، وهم اصحاب المصالح مع مجلس الاداره. فمش بالبساطه ان تعدل اللائحه، لكن هو المفروض تبقى كده ويبقى لها استقرار، يبقى لها اربع سنين، ويبقى لها الجمعيه العموميه بتاعتها تحميها. بس هنشوف، منتظرين. وانا عايز اقولها لك اهو، الرابطه كانت شغاله في هدوء عشان ما كانش في مجلس اداره الاتحاد. لكن في وجود مجلس اداره الاتحاد جديد علينا. طيب هرجع برضو نفس السؤال، انت قلت لي الاعداد، مين شايفه ان هو غير معد بشكل جيد في القوائم اللي موجوده؟ يعني او في القائمه اللي انا بتكلم عليها. يعني معد كاداره رياضيه. نعم. لانها اداره رياضيه، انت بتتكلم في اداره رياضيه، في ناس عندها خبره كويسه قوي يعني. انا عندي الاستاذ خالد الرنداري ده انا بموت فيه، راجل معد تماما من كامته وكامه 90 في منظومه الاهلي. ده واحد. ده هي جمال علام جرب كان ومارس. كان رئيس اتحاد قبل كده. كان على فكره رئيس اتحاد في وقت صعب جدا، توقف الدوري لو تتذكر. وكانت اول مره، خلي بالك، وهي جت كده. بس انا بقول لك الراجل ده انا اقتربت منه، راجل زي الفل. محمد ابو الوفا اظن ده في مجلس كان موجود. مين تاني؟ حازم امام طبعا شخصيه لما اختلفش كان موجود معد. حازم امام معد وكادر من الكوادر اللي ممكن في يوم من الايام هتبقى كويسه قوي 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 قوي. مين تاني؟ ما اعرفش بقى مين. كابتن بركات؟ ده جديد في الاعداد الرياضي، في الاداره الرياضيه جديد، خلي بالك ما اختلفش عليه. لكن هو كالاداره الرياضيه لا جديد. هو ادار ايه قبل كده؟ كان لاعب هاي منتخب مصر. نعم، كان مدير الكوره. ده فيش 14 ولا طبعا مش كافيه ده. ولكن هي وضع مختلف طبعا، انت تحط استراتيجيه وتحط كده عكس طبعا فكره المنتخب والاداره الخاصه بمنتخب وفريق. ده انا عايز اقول الناس انا عايز اقول للناس اللي جت وخدت فرصتها لازم تروح تعد. انا لما جيت اشتغل في اللوائح انا خدت دوره دينا الرفاعي ثلاثه. نعم، دينا الرفاعي كانت موجوده قعدت شهرين ومشيت. ما عملتش من حاجه. ما انا بقول حضرتك القصه مش قصه. فكروني باسماء معلش، بس عشان معرفش في اتنين كمان وانا الاحتياطي كمان بتاعهم برضه. اختيار الاحتياط ده مهم جدا، الناس برضه مش مدركه. الحاج عامر حسين صحيح، انا هو عامر حسين داخل في القائمه دي؟ في القائمه وحسين الرابطه؟ هو ده السؤال بقى. طب وده ما ده هل يجوز الجمع؟ ده ينفع؟ ما انا مش عارف. هل لائحه الرابطه اللي احنا ما شفناهاش، انت شفت اللائحه بتاعت الرابطه؟ لا صراحه ما شفناهاش. اللي عندنا اللائحه اللي كانت مقترح زمان، لو هل في اللائحه بتاعت الرابطه ما شفناهاش، هل ينفع يجوز الجمع؟ لو يجوز الجمع عملناها ليه؟ ما هو خلي بالك عملناها ليه؟
لو انت عملت الرابطه انت كده قصدك يعني الحاج عامر حسين لازم يستقيل؟ لا سيب واحده من الاثنين. انت عملتها ليه؟ انت عملت الرابطه عشان تاخد بعض اختصاص مجلس الاداره وتديرها لوحدها لما يبقى هم هم. عملتها ليه؟ ده بالمنطق لوجيك كده عملتها ليه؟ يبقى لازم تسيب واحده من الاثنين. طب احنا خسرنا عامر حسين في واحده منهم، طب هتعمل ايه؟ ما برضه ده انا عايز اقول اللي اختار ازاي؟ طب ما فكرش فيها ليه؟ وعامر حسين نفسه ما فكرش فيها ليه؟ وهل هيجمع بالاثنين؟ طب خلاص يبقى الرابطه دي في شنك، مش عاوز يبقى بكره في التغيير اللي جاي هلاقي مجلس اداره من الرابطه. يبقى رجعنا للموضوع. لكن لو موجود زمان بند بعدم جمع حاجه زي ده المفروض ده الطبيعي يعني، بس احنا لحد دلوقتي ما شفناش اللائحه بتاعت الرابطه. عايزين نشوفها ونقول يا يجوز الجامعه ولا ما يجوزش. المنطق يقول لا يا كابتن فاروق. ما انا بقول لك لو هم هم خلاص انت بتعملها ليه؟ وبرضه عايز اقول هل تم الاختيار على اساس ايه؟ ودي محدش ادرك الحته بتاع الجامعه دي، جوازيه الجامعه ولا لا؟ ما اعرفش. ما دي النقاط اللي عايز اقولها لحضرتك اللي هو الاعداد بقى. انا عايز اقول لحضرتك لازم نقرا ولازم نخش بين السطور ولازم نتصل بالخارج ومن جوه ومن بره. بكامل الاحترام طبعا للقائمة الثانية، كان بتشوف انها الامور صعبة عليهم طبعا. انا شخصيا ما اعرفش فيهم ولا واحد. قد يكونوا ممتازين، بس هل ينفع ان نعمل احلال كامل في العشرة؟ وهل ده هيبقى مقنع للجامعة العمومية؟ هي دي النقطة برضه. هو واخدين هو في ما اعرفش، مش عايز اقول لك هل هم مستندين ان هم ابناء الصعيد؟ ان معظمهم من الصعيد؟ ودي منتهى الخطورة. عملنا كده منتهى الخطورة يعني. انا مش انا ما بعملش اقاليم واقسمش حتت هنا وهنا وهنا، لا. انا عايزين نشيل الحته دي، مش عايزين نخلق عصبيه جديده في صوره ثانيه. لا انا مش عايز كده. ده هات ال 10 قيادات جداد زي الفل، بس ما تقوليش دول بقى بتوع الصعيد بس، لا ما حدش قال كده. وده غلط. وبعدين احنا ما نعرفش عنهم حاجه، ما نعرفش فكرهم ايه، هم عايزين ايه، المنهج بتاعهم ايه، خطتهم ايه. هيتم عرضه بقى بالنسبه، ما نعرفش حاجه. احنا ما نعرفهمش اصلا. يا ريت هم بقى نصيحه اهو، طالما انت ورقهم تقدموا بيه نشوف بقى في الفتره اللي جايه لحد الانتخابات يطرحوا الفكره بتاعهم، يقول هم مين، عايزين نعرف ايه يعني، هم مين. ده السؤال اللي قالوا انت ما نعرفوش، وده ما يعيبهمش، بس قد يكون ان في عقوبتهم اللي احنا مش عارفينه واحسن من كتير. طيب خليني انتقل لجزئيه ثانيه. طبعا انتخابات خلاص يوم 5 يناير زي ما انت قلت ان شاء الله هتتعمل، وهتبقى مش عارف، انا كنت متخيل هتبقى تزكيه بس مش هتبقى تزكيه. هي كده مش تزكيه بقى خلاص. يعني هي الشكل ممكن بس تخيلي. كل احترام طبعا لكل القوائم الموجوده، لكن خلينا نقول ان قائمه طبعا استاذ جمال علام موجوده بقوه، ايضا استاذ محمد ابراهيم اللي بيحاول وبيكافح مع زمايله في القائمه. خلينا ننتقل للامور الاخرى الخاصه بوزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه. ايه اللي حصل وليه اللجنه الاولمبيه يعني بالرغم ان وزاره الشباب والرياضه بعتت جواب خاص بان ما يبقاش فيه انتخابات، ولكن اللجنه الاولمبيه اصرت انها حتى تنزل في الجورنال الاعلان الخاص بالانتخابات. يعني ليه حصل كده؟ احنا احلى حاجه ان احنا عاملين مش واخدين بالنا. 2017 اتحاد القانون الرياضي، انا بقالي 4 سنين ريقي نشف في كل مجال، اقول يا جماعه ان في حاله احتدام كامله ما بين اللجنه الاولمبيه والوزاره. مين بابا؟ مين بابا؟ لما جه حتى القانون الرياضي كانت فلسفته هو صلاحيات الجامعة العمومية وتعظيم دورها. تمام. استاذ خالد عبد العزيز اجل الله خاطره قال ادوهم الصلاحيات بتاعتهم. طيب يعني انت ساب كل حقوقه اللي كانت في ايده كوزارة كادارة خلاص عشان يبقى تدخل حكومة والكلام ده كله، بس عمل حاجة ثانية بقى. قام جاي في فالي كده، قام جايب اللجنة الأولمبية وقام عامل لائحة استرشادية. وقال لك عظم النصاب، فما عظم النصاب فكلنا خدنا الاسترشادية. فالاستشاريه بقى بابا اللجنه الاولمبيه. فاتنقلت الصلاحيات كلها بالكامل من الوزاره للجنه الاولمبيه بطريقة مباشره، بس بايدك انت اللي طلبت ان اللجنه الاولمبيه تشرف عليك كوزاره، مش الوزاره خلعت ايدها. ايام خالد عبد العزيز انا بقى نادي عملت اللائحه بتاعتي، قلت ان اللي هيشرف عليا اللجنه الاولمبيه وده دور الجمعيه العموميه. فبقت لائحتي بتقول انا كل في اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه فبقت الصلاحيات فين؟ اللجنه الاولمبيه. عدى على كده ال4 سنين يا اخوانا، الدنيا بتدور مفيش فايده. لما تقرا قانون الماده الاولى في القانون في التعريفات قال لك الجهه الاداريه المختصه اللي هي المديريه.
هي تشرف على جميع الهيئات الرياضية التي تقع في نطاقها ماليا وإداريا. ده تعريف القانون. إذا إداريا قانون الرياضة اللي هو قانون الرياضة مادة واحد اللي هو 2017 تمام. وقلنا كده إداريا يبقى كل قراراتي أنا في مجلس الإدارة أبعتها للمديرين. قالوا لي لا ده أنت تبعتها للأولمبية. لا الأولمبية من هالصفة ما فيش دولة في العالم بتمشي كده. الأولمبية دي ناس لجنة بتتعمل عشان تعمل نشاط فني تنسق الأعمال الفنية. حتى لو جبت المساق الأولمبي وجبت تعريف اللجنة الأولمبية دورها إيه ملهاش علاقة باللي إحنا بنحكي عنه ده خالص خالص. إنما هي النهاردة أقحمت وخدت مكتسبات وعلى عينك بقى مش هسيب المكتسبات. هي كلجنة أولمبية خلاص بقى ده إحنا استقتلت ده أنا بقيت الكل. عشان تلغي المكتسبات دي تلغيها إزاي؟ فبدأت تلعب شوية مع الأندية وشوية مع الاتحادات. وصلنا للخلل اللي احنا جواه ده اللي هو مين بقى المهيمن على المساله. هات بقى بالاول لما جينا قلنا انتخابات الاتحادات كلنا قلنا ايه؟ انتخابات الانديه الاول وما بعدها الاتحادات. مش قلنا كده كلنا؟ وده ما حصلش. ما حصلش. طب لما احنا قلنا ما اتعملتش ليه؟ وقلنا الانديه تنتخب الاول عشان نضمن ان هي تخش تصوت في الاتحادات وما ينفعش العكس ان نعمل انتخابات الاتحادات والانديه ماشيه وجيبها. وده صحيح. اللي حصل في اتحاد الطائره ست انديه اتمنعوا ان كان يومها يوم نفس يوم فوق الانتخابات. اذا الانديه لم تمارس حقها ولم ما تمش انتخاب مجالسها قبل الاتحادات. ما حدش اتكلم ليه؟ وعدت والاتحادات عدت. طيب خلاص ماشي. عملت انتخابات الاتحادات ولحقتها الانديه في حاله ارتباك اللي احنا فيها. اللجنه الاولمبيه دلوقتي عايزه تعمل الانتخابات قبل ما الاتحادات كلها تخلص. قبل الاتحادات كلها تخلص. طيب ما نفس القصه بتاع الاتحادات قبل الانديه. ما احنا سكتنا على دي ما نسكتش على دي ليه؟ طيب تعالى بقى في لائحه ماليه. بس وزاره الرياضه بعتت لهم قالت لهم ما ينفعش. في لائحه ماليه طلعت لائحه ماليه في ماده 7 وقال له ايه يا اي هيئه لاي هيئه من الهيئات اهي شوف حضرتك تقول له ايه تلتزم اداره الهيئه باختار الجهه الاداريه عشان اللهجه ايه المختص بجدول اعمال الجمعيات العموميه. ما قالش شركه نادي اتحاد قال ايه الهيئه. كل الكيانات اللي عندك دي هيئه اللجنه الاولمبيه هيئه الاتحاد هيئه النادي هيئه. طيب تختار الجهه الاداريه بجدول الاعمال بتاع الجمعيه العموميه العاديه والغير عاديه ومرفقاته قبل توجيه الدعوه. يبقى قبل انت ما توجه الدعوه ابعت لي جدول اعمالك وقول لي انت عندك ايه وانا كنت هعملها لك في شهر وهوفق لك بعد 5 يوم. اما عدلها له قال له ايه 5 ايام هوافق لك بعد 3 ايام. تمام. اذا كان واجب هو ان الاحرى على اللجنه الاولمبيه تبعت جدول الاعمال للوزاره. الوزاره هتقول له اه او تقول له لا. ليه؟ ده اول سؤال هنا. ليه اللجنه الاولمبيه ما بعتتش؟ طيب يبقى انا ليه؟ طلع جواب التعميم بتاع الوزاره قال له وخاطب مين بقى؟ ده كل الاتحادات. لما الاتحادات محدش يترشح في الاولمبيه لحد ما خلص بقيه الانتخابات. طب ليه اللجنه الاولمبيه مستعجله كده؟ انا برضو لو لا 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 لو دي التفصيله اللي مفروض تمشي بالنظام ده. ايوه ما هي ما خدتش دي الوزاره ادي واحد اتنين الوزاره لما بعت جواب التعميم. طيب هو ما خدش جواب التعميم وعمل اعلان. طيب اللائحه هنا بتقول ايه؟ اذا خالف. دي النقطه المهمه بقى اللي احنا مش عايزين نقراها. اذا خالف وللوزير المختص اتخاذ الاجراءات القانونيه اتجاه مجلس اداره الهيئه في حالة عدم تنفيذ ملاحظات الجهة الإدارية. إذا أنت لو جهة إدارية أنا جهة أنت هيئة بعتت لي وقلت لك وأنت ما خدتش في كلامي أو ما بعتليش لا من حقي أن آخذ إجراءات قانونية. المادة 97 في اللائحة دي تعمل بلاوي. مش عايزين نوصل لها برضه. أن المادة 97 فيها حل وفيها إيقاف وفيها مخالفات فيها شغلنا. يعني وزارة الشباب والرياضة قادرة على حل اللجنة الأولمبية؟ اتفضل يا فندم. الوزير المختص رد عليا. ايوه فندم. ايوه اللي هو المكتوب هنا. ما انا بقول لك ما هقراها لك اهو. اتفضل. للوزير المختص ماده 97 اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه تجاه مجلس اداره الهيئه حاله وجود اي من المخالفات الاديه. واحد عدم رد الهيئه للمبالغ مخالفه احكام القوانين واللوائح والقرارات. انت هنا خالفت اللائحه بتاع الماليه ما قلتليش انا فين وما عبرتنيش وما بعتليش. ده من حق الوزير ياخد كل الاجراءات. كل الرأي مفتوحه بقى اجراءات قانونيه كامله. طب احنا هنوصل للمنظر ده هنعمل الصراع بقى ما بين الوزاره واللجنه الاولمبيه هنطبق الماده دي
عندنا أزمة. طب برضه ما جاوبش عليها. اللجنة الأولمبية كانت عارفة إن في أزمة هتتعمل؟ أكيد. أكيد أكيد ما أكيد طبعًا. طب راحة فين؟ طب هنعمل إيه؟ طب المنظر ده هفكرك. من ثلاث شهور الاتحادات فتحت مرة واحدة، فاكر؟ تمام. في الخباثة كده طخ طخ طخ. وبعد كده اتلغت تاني. والوزارة بعتت. لغت الانتخابات. ولغت وفتحنا صحيح. بعد كده. هل ده هيحصل نفس القصة دلوقتي؟ بس برضه انت عمال تهرب من سؤالي اللي هو ايه، عايز ايه؟ ليه اللجنه الاولمبيه مصممه ويعني اسرعت بال يعني الاعلان عن الانتخابات؟ بص يا بيه، اللي باقي كام اتحاد؟ انا هحسبها لك انتخابيا. اربعه اربعه، منهم واحد مش هيعمل. منهم واحد مش هيعمل، وانا بقولها لك هو مش هيعمل، اللي هو اتحاد كره القدم مش هيعمل، وحسن مصطفى قال مش هعمل انتخابات. السبب ايه بقى؟ قال بعدل اللائحه. لما انا الاتحاد الدولي بقول للاتحاد الوطني انا اللي مشرف عليه، عدل لي اللائحه قبل ما اعمل لك انتخابات، فما عندوش انتخابات. تمام. ما يتمش استثناء اتحاد زي كده من الانتخابات خاصه بالدوله؟ استثناء يعني ايه؟ ان هو ما عملش انتخابات؟ ما ده مشكله بقى، ان جواب التعميم بتاع الوزاره قال له الاربع اتحادات، قدم، كره اليد، التنس الطاوله، والرابع كان الخماسي. طب التنس الطاوله والخماسي والقدم هيخلص في اول يناير. موضوع محلول. طب انت لجنه اوبيه مستعجل ليه؟ ما هو سنه يناير هيخلصوا، ما عادش في حد عهد يقدر يقول لك حاجه، ما كلهم خلصوا. مستعجل ليه دلوقتي؟ هقول لك ليه. ليه بقى؟ ولا. القانون بيقول انك توجه دعوه في خلال الاربع اشهر التاليين لنهايه السنه الماليه، اللي هو من 1/7 لحد 30/10. جت تعدل القانون ادت خدك كمان شهرين، اللي هو من 30/10 ل 30/12. فقال لك انا هلحق اوجه دعوه دلوقتي. اوجه الدعوه دلوقتي، يبقى خدت المده القانونيه ان انا بعد 30/12 مملوكش اوجه دعوه. ليه؟ يبقى مدته خلصت. انا كمجلس اداره اللجنه الاولمبيه مدته خلصت. هو خايف ان يقولوا لا انت مين؟ رغم ان الانديه كلها قاعده ومخالفه وقاعده، واتحادات كلها كانت مخالفه وعملت. فهو سبق عشان يعمل الفيلم الهندي بتاعه ده. طب وبعدين؟ وخد الاربع اشهر بتاع اللائحه، ان اللائحه قالت له من تاريخ توجيه الدعوه ده لائحه اللجنه الاولمبيه. اللي الوزاره نشرتها له. بس هو ده السبب؟ انت عايز توصل ايه؟ انت عايز توصل ليه؟ مش عارف. قول لي انت عايز توصل ايه اللي معاك؟ عايز توصل ليه؟ ان ممكن يتم تعديل بعض البنود في قانون الرياضه. هتقول ايه؟ ان تسمحش لبعض الناس انها تشارك. هتعدل قانون الرياضه اعمله باثر رجعي؟ انت قايل لي ان في يعني احنا بنتكلم في مشاكل في بعض الامور الخاصه بقانون الرياضه. طب ده في نقط انا داخل نقط بس مالهاش علاقه بالكلام ده خالص. هتعدل ايه؟ بص يا بيه، التركيز الاساسي في التعديل هو راجع لماده 3 في القانون اللي هي بترجع الصلاحيات بتاعه الوزاره للوزاره وتقلل من مكتسبات اللجنه الاولمبيه، وده الاساس. نقطتين مهمين، ماده 3 والماده المواد بتاعه التسويق والتحكيم. طيب خليني بس اكون واضح اكتر، ان ممكن الجيش ماله، انك لازم تكون يعني معاك شهاده الجيش انك شاركت. دي مهم قوي، بس هتعملها بدي. هو قال هنا برضه خلي بالك، ما هو دي برضه جزئيه مهمه للجنه الاولمبيه. طب دي شروط الترشيح فين؟ في ايه؟ فين؟ في اتحاد الكوره. في اتحاد الكوره. لكن اللجنه الاولمبيه في شروط ترشيحها كده؟ ما فيهاش. طب اللجنه الاولمبيه دي مش هيئه انت قلت لي؟ هيئه ايوه ماشي، ما انت اتحاد الكوره حاجه واللجنه الاولمبيه حاجه، وده له لائحته وده له لائحته. اتحاد الكرة حط الشرط ده في اللائحة بتاعته. قال لك شرط ان يكون ادى الخدمة العسكرية او اعفيها منها. بس اما حكاية ان انت اصطلحت وكنت هربان، لا ما بتاخدش بيه. ده اللائحة بتاعت اتحاد الكرة. لائحة اللجنة الاولمبية بتعدلها اللي انت نشرتها له في الوقائع، ما فيهاش الكلام ده. طب هتعدل في قانون تعظيم سلام، هنخدها باثر رجعي، لازم تقولها لي بقى باثر رجعي. وارد لو قلتها باثر رجعي وجبت التنين البرلمان وافق عليها نطبق بقى، يبقى في الانتخابات اللي جاية مش هينفع، اللي هي بتاع انتخابات اللجنه الاولمبيه. طب هي فين؟ طب تعالى نقطه ثانيه، هو قال هنا الدعوه هيعمل انتخاباته امتى؟ شهر 4. يعني اللجنه الاولمبيه لما عملت الاعلان هتعمل انتخابات في شهر 4 صح؟ بدري قوي. ما قدامك 4 شهور، والتعديل فين؟ بتاع القانون في مجلس الشعب. واحنا قلنا في شهر كام؟ شهر 12. 12 يعني ممكن يخلص الاسبوع الجاي، يخلص الاسبوع اللي بعده، قدامك 4 شهور بتعدل فيه. المشكله محلوله، لو كان هي دي اللي في مربط الفرس وانت عايز تطبقها مش تحزم سلام، يبقى دخل التعديل القانون دلوقتي ونخلص وناخده فيه باثر رجعي ونطبقه على اللي جاي. بلاش اثر رجعي يا سيدي، نطبقه على اللي جاي، وكل سنه الاولمبيه ما عملتش انتخاباتها ونطبقه هنا. بس هيبقى عندنا مشكله في فتح باب الترشيح اللي هو سبق وعملها. هكون انا قدمت ورقي بدون انت ما تحط لي الشرط ده. احنا داخلين في معضله قانونيه،
والمعضله دي سهله قوي. طيب انت قلت لي ان دلوقتي في مشكله، يعني دلوقتي في مشكله، ايه اللي المفروض يتخذ اجراءه اللجنه الاولمبيه بعد ان وزاره الشباب والرياضه كانت بعتها له جواب قبل كده انك ما تعملش الوضع ده او تعمل الاكشن او الخطوه دي، ايه اللي المفروض يحصل؟ هو بص، هل هل يتراجع او تتراجع اللجنه الاولمبيه عن الموقف الحالي بتاعها والاعلان عن تتراجع اللجنه الاولمبيه ولا تتراجع الوزاره؟ احنا قدامنا قدام مربط فرس اهو، مين فيهم يتراجع؟ ارجع الدوله ولا ارجع اللجنه الاولمبيه لهيئه من هيئات الدوله؟ رد انت عليا. الافضل ايه؟ اللجنه. طيب اللجنه الاولمبيه يبقى لازم اللجنه تتعقل الامر ويروحوا يقعدوا مع السيد الوزير ويتفقوا على صياغه معينه للخروج من الفيلم ده. ايه الحكمه؟ انت مستعجل ليه زي ما انت قلت؟ انت خايف من ايه؟ التصويت معاك. كل وما دام اللجنه وزاره الشباب والرياضه يعني قانونيا هي اللي مظبوط. مظبوط، هي عملت صح. بس. عملت صح. خطوات خاصه بالقانون مظبوط. وقالت له ان اللائحه الماليه بتقول كذا وانت ما عملتهاش. طب انا ممكن ما هموش وقام عامل اعلان، طب انت مودينا فين؟ انت بتحرج الوزاره؟ ما انا برضه مش عارف. طب انت هتوصل لفين؟ طب هل في مده معينه عشان التراجع ده يا استاذ طلال؟ لا، هو فتح باب الترشيح اسبوع، هي دي المشكله كلها. اه انت فتحت باب الترشيح من النهارده باين حد اسبوع. انا تقدمت اوراق الترشيح، اصبحت هنا اكتسبت وضع قانوني. هتعمل ايه بعد اسبوع؟ هتلغي الترشيح ولا هتعمل ايه؟ لازم تلغي بكره بعده بكتير عشان نقول له بقى هنا وقف ونقعد ونعيد تاني. ان هنا بقول لك ايه وجه الاستعجال زي ما انت قلت؟ هم ثلاثه اتحادات وخلاص في اول يناير. لا وجه استعجال. ما بالراحه، ما نخليها بعد يناير يا سيدي. ايه المشكلة؟ ما انا مش شايف الدنيا مقلوبة الا لو انت كنت عندك يعني خيفة من حاجة، انت خايف من حاجة معينة اللي انت قلت عليها ولفت النظر، وانا بقولها لك وارد الله اعلم. بس انا شو التعديل اللي في باقي الشعب ما اعرفش هيبقى لا شامل النقطة دي بتاعت التجنيد ولا لا. وارد. طيب هنشوف ايه اللي هيحصل اليومين الجايين بالنسبة لي. بس انا نفسي، انا بدعي بس الناس نهدى واللجنة الأولمبية تاخد بعضها وتطلب مقابلة مع السيد الوزير ويقعدوا مع بعض ويكلمهم ونخلص من هذا الاطار بحيث ما نبقى واعيين في مشكله. طيب هطلع لفاصل دلوقتي يا استاذ طلال وهرجع على الاهلي والزمالك. عندي نقطه المفروض يعني النقطه الخاصه ب الاستاذ العمري فاروق وموقفه الخاص بانتخابات اللي حصلت للنادي الاهلي، وعندي ايضا نادي الزمالك اللي فتح باب الترشح، وهل نادي الزمالك هيشتغل بلائحته اللي كانت قبل كده اللي هي بتاعه المجلس الاداره اللي كان اللي برجع دلوقتي، ولا هتبقى لائحه استرشاديه؟ تمام، دي برضو احب ان انا اعرف حضرتك وهنبتدي طبعا ب خلينا قبل يعني لسه قدام شويه للفاصل. تمام. موقف الاستاذ عمرو فاروق في انتخابات النادي الاهلي. بص يا فندم، انا قلت الكلام ده قبل كده هنعيده تاني. القانون عظم دور الجمعيه العموميه وقال له اعمل لائحتك معرفتك، فانت اللي عملت اللائحه، انت كنادي الاهلي اللي عملت لائحتك بايدك، فخدت من الاسترشاديه بعض الحاجات نقلتها عندك. والظهور عمل كده، وسموحه عمل كده، وهليوبلس عمل كده في البند ده. تمام. طيب قال له ايه؟ لما تنزل انتخابات وتساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد اللي هي التسكين، تعرض الاسماء الجماعيه، مالش تنتخب. خلي بالك في فرق بين تعرض وتنتخب. تنتخب انت بتنقي حاجه من ضمن مجموعه. انا بدأ محمد فاروق من ضمن 15 واحد. السؤال بس يا استاذ طلال، القضاة اللي موجودين في اليوم ده، هل يعني مش عارفين الوضع ده وان هم مضوا صح واستبعدوا العمري؟ هم مضوا صح قبل، انا بتكلم قبل. هو لا، هي ما تقولش السؤال بقاش كده، انت تقول القضاة اللي كانوا موجودين في الظهور ما اعترضوش ليه؟ انت بتدخلني في الظهور بقى. انا بقول طب بلاش، القضاة اللي كانوا موجودين في اليوبلس ما اعترضوش ليه؟ مش معنى القضاة اللي في الاهلي وما اعترضوا؟ وده السؤال يبقى كده ماشي. هنا قروا اللائحه وهنا ما قروش اللائحه. ولا هنا اتقرت لهم اللائحه. عايز توصل ليه؟ مجرد عايز توصل له؟ تمام. اتقرت لهم اللائحه ما اعرفش. لو هم عملوا صح. بص يا فندم، انا ماليش دعوه بالنيات، والطريقه لجهنم ما فيهوش بالنوايا الحسده، ماليش دعوه بيهم. انا بتكلم دلوقتي على واحد واحد يبقوا اثنين بقانون. اللائحه قالت انها تعرض، وهو طب القاضي الموجود المفضل قرا ومعامل بيها وقال لك تعرض، يبقى العرض في الجمعيه العموميه، ما قالش تنتخب وطبق اللي موجود في اللائحه. تمام. الحته بقى اللي عايز اشرحها لحضرتك وهي فاتت على العمري ازاي، انا ما اعرفش، انا عمري صديق واستاذ في اللوائح. 9 الصبح انت بتعمل انتخابات، بتبتدي من 9 ل 7 بتخش تاخد ورقتين.
تسجل وتصوت. تمام. خدت الورقتين، جينا الساعة 7، لأن خلي بالك ده من 9 ل 7 أنا بناقش بند من بنود الجمعية العمومية، عشان الناس ما تفهمش غلط، بند من بنود الجمعية العمومية، لكن بقية البنود جاية. حلو كده؟ بقية اليوم إيه؟ جاية. أه. أنا خدت بند، أصل الناس تقول لك دي الجمعية العمومية، لا مش الجمعية العمومية، ده بند واحد اللي هو بند الانتخاب. بند الانتخاب. ده بند الانتخاب، خدته من 9 لحد 7. 7 قفلت. النصاب كمل؟ أه بفرز، لو النصاب ما كملش بلغي بلغي الانتخابات. حد كده تمام؟ معايا؟ تمام سامع. الساعة 7 خلص وفرزنا وطلع النصاب كامل. بقول له فين بقيت بنود الجمعية العمومية؟ قلت يا جماعة التلت اللي موجود ده لائحة الأهلي، التلت اللي جه صوت يجي لي في الصالة دي. ده لائحة الأهلي. هنخش هنا عشان نعمل إيه؟ نناقش فيه بنود جدول عمل الجمعية العمومية. ده في آخر اليوم؟ من الساعة 7 لحد 10 لحد 11. طب وهل يعني كل الأندية كده؟ انا كنت معاك زار 8 سنين. الاعضاء بتنتخب وتمشي، بيمشوا بيجي الساعه 7 نقول محدش جه، نعمل ايه بقى؟ انه خلينا يفوض مجلس الاداره في صلاحيه الجمعيه العموميه في كذا وكذا وكذا وكذا، او انه يحول الميزانيه الى فين؟ الى الجهاز المركزي للمحاسبات. هنا هل بقى مجلس الاداره من حقه انه يفوض في تسكيت العمري؟ هو ده الجديد، ان ده اللي موقف الجديد اللي قدامه. لا مش من حقه، مش من حقه، لا. وبالتالي هي دي السقطه اللي عندهم في غلط. كان المفروض يعني عمليه تنبيه للجمعيه العموميه ان لازم يبقى يعني ما اخش التلت اللي انت جالك 22000 تلتهم كام؟ 7000. خش يا بابا 5 دقائق هنقرا البندين دول بالسلام على كده. انا محتاج ايه من 7000 دول؟ ربعهم يرفع ايده. ناس بتقول لك الرفع بالايد غلط. طب النهارده هات لائحه اتحاد الكره المعتمده من الفيفا؟ لا، بالتصويت علني ما عدا الانتخابات، الانتخابات سري، ما الباقي كله بالايد. بالايد يبقى ما فيهاش مشكله خالص. ايه القضيه؟ ما اتعملتش ليه؟ هي دي السقطه اللي كانت واقعه في جدول الاعمال. طيب هطلع الفصل وتقول لي موقف الاستاذ عمرو فاروق بقى هيكون ايه. ماشي؟ ماشي، يعني بعد التوضيح اللي حضرتك وضحته بالخطا اللي ممكن او السقطه زي ما انت بتقول كده في الترتيبات الخاصه بالتزكيه، موقفه هيكون ايه بالظبط؟ ايه الترتيبات اللي هتحصل؟ هل في عرض او جمعيه عموميه او مجلس اداره في اول اجتماع ليه يحط المناقشه الخاصه ب الاستاذ عمرو فاروق ان يبقى في انتخابات تانية ولا تمام. تكميليه الوضع الخاص القانوني بهذا الوضع الاستاذ عمرو فاروق. خلينا نطلع الفاصل نكمل مع استاذ طلال عبد اللطيف، وايضا لسه ما زلنا مستمرين معاه في الامور الخاصه باللوائح والقوانين بالنسبه للانديه والاتحادات. هيواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب بعد استئناف الدوري في 8 مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 7 من عمر المسابقة المحلية في اللقاء اللي هيقام على ملعب بتروسبورت. هيدخل الفريق الأبيض مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وهدفه الفوز واقتناص نقاط المباراة 3 لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري. بيحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فلعب الزمالك 6 مباريات حتى الآن، نجح فيها في الفوز على إنبي وطلائع الجيش والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، وخسر من الغريم التقليدي الأهلي، وتعادل مباراة وحيدة أمام نظيره البنك الأهلي. لعب الفريق 3 مباريات ودية أمام بايونير وفاز بخمس أهداف مقابل هدف، وفاز على الترسانة بهدف دون رد، وتعادل في الودية الأخيرة أمام الرائد السعودي بهدفين لكل فريق. وعقد المدير الفني الفرنسي جلسة مع اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز وتسجيل هدف مبكر من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في تلك المباراة الهامة لمواصلة المنافسة والحفاظ على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم. على الجانب الآخر هيدخل نادي المقاولون العرب المباراة في المركز الـ14 من بطولة الدوري بعدد 5 نقاط جمعهم المقاولون من خلال 6 مباريات ماضية. هيخوض المقاولون العرب هذا اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصة في ظل تأزم موقفه في ترتيب الدوري بعد مرور 6 أسابيع كاملة وتواجده في المركز الـ14 برصيد 5 نقاط فقط. وحرص الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب خلال الفترة الماضية إقامة عدد من المباريات الودية مع تنظيم تدريبات بتركز على إغلاق المفاتيح الهجومية للمنافس واستغلال الكرات السريعة المرتدة في تسجيل الأهداف.
مكمل مع حضراتكم استاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح. كنا بنتكلم على موقف الاستاذ عمرو فاروق من انتخابات النادي الاهلي، موقفه بقى في الوقت الحالي ايه اللي المفروض يحصل؟ بس حضرتك انا شرحت القصه كلها تمام وتناولناها من جميع الجوانب، لكن القرار ما نقدرش نقوله. قول لي ليه؟ ان القضيه محجوزه النطق بالحكم 2 يناير تمام، ما نقدرش نقول حاجه محجوزه في القضاء عشان حكمها هيطلع 2 يناير، لكن انا شرحت القصه من جميع الجوانب هنا وهنا، وكان المفروض يبقى هنا وكان المفروض يبقى هنا. هو موقف خاص بالقضاء دلوقتي، القضاء خاص محجوز الحكم تمام، 2 يناير الحكم هيطلع. هل هو هيلغوا قرار استبعاد؟ هل هيقيلوا قرار استبعاد؟ هل هتروح مفوضين؟ الله اعلم. لكن هو هل هي هيتعرض نظر تاني على الجامعه 117؟ ما حدش عارف لسه. قرار طيب. بقى قرار المحكمه ان خلاص تداولت وانتهينا واتحجزت الحكم، يبقى اي كلام فيها مش مظبوط. تمام، كلام مظبوط. خلينا نروح لنادي الزمالك واللي فتح باب الترشح ايضا ان شاء الله في الفتره القادمه. موقفه الحالي، هل نادي الزمالك هيتم الانتخاب فيه بالائحه الاسترشاديه ولا الائحه الخاصه بنادي الزمالك؟ لا استرشاديه. هو بعته الوزير، بعت الفتوى، السؤال للفتوى، اداره الفتوى، رغم الفتوى مش ملزمه بس اتخذ بيها، كان في اتفاق ما بينه وبين الاستاذ مرتضى، والفتوى جت من الفتوى اداره الفتوى والتشريع في مجلس الدوله رئاسة الجمهورية على أساس إن يعني هياخدوا الاسترشادية. خلاص أصبحت الاسترشادية. والاسترشادية المشكلة كلها في الاسترشادية وقائمة واللائحة بتاعت هل لما يعني المجلس يعود مرة أخرى بشكل طبيعي بحكم محكمة، مش مفروض برضو كل الأمور الخاصة بيه بتبقى طبيعية ويشتغل بيها أي قرار أو أي لائحة؟ في لائحة اتلغت، في لائحة ممدوحة بس أمل القضية. ورفع القضيه ولغى اللائحه التسويه والتحكيم بالظبط، وودان في الاستئناف ما حدش كان موجود من بتوع الزمالك اللي كان دول مشوا، فاللجنه اللي جت ما دخلتش في الاستئناف فتأيد الحكم فاتلغت. طب هنعمل ايه؟ اللائحه اتلغت، طب هنعمل ايه؟ طب هو لغى بتاع في القضيه، لكن هو استاذ مرتضى موجود دلوقتي هيشتغل على استرشاديه، بعد استرشاديه واللي يكسب يكسب، يعملوا جمعيه امور غناديه ويعمل لائحه ثانيه دلوقتي، ما فيهاش مشكله، مفيش اي مشكله خلاص. الفرق ايه؟ الاسترشاديه يوم، اللائحة بتاعت الأستاذ مصطفى 3 أيام. ده الأساس. الاستشارية بتقول له تعالى عند مكتب سؤال تحكيم، اللائحة الأستاذ مصطفى بيقول له أنا هجي لك دي فقط الفرق. بس. دي الحاجات الأساسية. قال له أنا هجي لك في التعقدات فقط، ما أنت نزلك مش جاي لك. أنا رايح قضاء الجلس بتاعي اللي حقي حق الشرع. تحكيم مجلس الإدارة، يعني هنا في 2 نواب، هنا ما فيش 2 نواب، نائب واحد. فروق حاجات صغيرة ممكن تتحل. يعني بعد كده ممكن تتحل، لكن هو دلوقتي انا اعتقد استاذ بطولة بعد تشوف اداره الازمات عشان موضوع كورونا، هل هينفع يشتغل 3 ايام ولا يوم واحد عشان الزحمه؟ كده واعتقد الرد هيجي بكره بالكثير قبل الاعلان، ان لازم الاعلان يتنص فيه الانتخابات يوم او 3. تمام، انا بشكرك استاذ طلال، نورتني وشرفتني، ويعني كنا يعني مهم جدا ان احنا نكون مع حضرتك عشان نفهم الوضع الحالي، سواء بقى الامور الخاصه ما بين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه، وايضا مواقف الانديه في الانتخابات، وموقف الاستاذ عمرو فاروق في النادي الاهلي، وايضا بقى الاتحاد الكوره. انت ما سبتش حاجه خالص. طب كويس ان احنا عشان بس نبقى نوضح كل الامور في الفتره القادمه ان شاء الله. بس انا عايز اوضح حته صغيره قوي بعد اذن حضرتك، ان دور اللجنه الاولمبيه في العالم كله ما بتشرفش على الاتحادات. الاتحاد بياخد تعليمات الاتحاد الدولي بتاعه مش اللجنه الاولمبيه. ده مهم جدا. طبعا. انا بقول يا جماعه اللي بنعدل القانون اعملوا التنسيق الكامل ما بين اللجنه الاولمبيه والوزاره بعد كده عشان ما نقعش في حاله الاحتقان اللي احنا فيها دي. تمام، يبقى الامور كويسه. تمام، استاذ طلال بشكرك. طيب خليني بس اقول لكم قبل ما انهي الحلقه مع حضراتكم نتائج مباريات اليوم في الدوري الممتاز الاسبوع السابع. باكد مره اخرى على فوز المصري 1-0 على فاركو، والجونه بيتعادل مع ام بي 1-1، غزل المحله مع البنك الاهلي 1-1، وتعادل ايضا ل الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا 4-4، وايضا مصر المقصه مع ايستر كومباني تعادل سلبي 0-0. ان شاء الله بكره في مباريات ايضا في الاسبوع السابع، سموحه مع الاسماعيلي، بيراميدز مع طلائع الجيش، والمقاولون العرب مع نادي الزمالك. دي مباريات غدا ان شاء الله. خليني بس قبل ما انهي برضو مع حضراتكم اقول لكم ان بخصوص الاسماعيلي، لاعب شيلونجو كان طبعا ساب المعسكر ومشي، واللاعب يعني بقاله 4 شهور ما بياخدش مرتبه، وبالتالي قانونا يحق له فسخ تعاقده مع نادي الاسماعيلي. القانون بيقول 2 شهر، وبعد كده الامور بالنسبه للاعب يقدر يفسخ التعاقد، لكن الراجل بقاله 4 شهور ما بيقبضش، وكده عنده القدره على فسخ التعاقد مع نادي الاسماعيلي. كل التوفيق ان شاء الله لكل الفرق، ما نحبش ابدا المشاكل دي تبقى موجوده في الانديه. انا عارف ان الانديه ممكن تكون بتعاني في وقت من الاوقات
من ازمات ماليه، لكن لازم ياخدوا بالهم جدا والاداره تاخد بالها جدا من الامور دي عشان ما يخسروش فلوس. يعني اللاعب ده فلوس، لما انت بتشتري بفلوس وبيبقى معاك وبعد كده يمشي ببلاش ويفسخ تعاقده، بتبقى طبعا امور محرجه جدا بالنسبه للانديه. ان شاء الله هيكون بكره حلقه جديده من البريمو، تصبحوا على خير.